السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ديما تكونوا بخير وعلى ألف خير، وعواشركم مبروكة، رمضان كريم على الجميع. هذا الفيديو هذا حل مشكل انقلاب شاشة الكمبيوتر على اليمين أو على اليسار أو أفقي. كما كتشوفوا معايا الشاشة مقلوبة، يعني الشاشة مقلوبة مع خصوصا في ويندوز 10. كان جيو على كان كليكيو على اليمن كما شفتو بارامتر افيشي، من بعد كما كتشوفوا معايا كان جيو لهاد الطابلو هادي الافيشاج، كان جيو ليه داك بورتري، كان كليكيو على بورتري كنردوها بيزاج وكترجع الشاشه كما كانت. وكاين طريقه واحده اخرى، الطريقه واحده اخرى كنجيو على اليمن على داك المربع الزرقاء كنكليكيو وكندخلوا البارامتر ديال الكمبيوتر، كنجيو على سيستم، بمجرد كنكليكيو على سيستم كيخرج لنا نفس الطابلو. دائما كنمشيو بورتري، كنكليكيو على بورتري، هنا نقربها شويه باش تبان. ملي كندخلوا على بورتري كنكليكيو عليها وكنختاروا الاختيار الاول، كاينين ثلاثه ديال الاختيارات بعد بورتري، كاين جوج اختيارات لتحت وكاين الاختيار الاول كنختاروه وكنديروا كنضغطوا على كونتيني وغتقلب في البلاصه، غير ندير كونتيني كما كتشوفوا رجعت الشاشه كما كانت، يعني ما بقاتش مقلوبه. هذا هو حل ديال هذا المشكل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.